مساء الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، وحلقه جديده هنشوف فيها كل ما هو جديد في الشارع الاقتصادي والاستثماري على ارض مصرنا الحبيبه. في البدايه بنهني اخواننا المسيحيين بعيد القيامه، كل عام ومصر وكل المصريين في كل خير وسلام وامان على مر الزمان. في البدايه زي ما متعودين بنقول اخر الاخبار. النهارده كان في خبرين مهمين جدا على الساحه المصريه. الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ البابا توادروس بالعيد، ودايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحرص على الحفاظ على نسيج الشعب المصري والحفاظ على الاخوه والاخاء اللي احنا طول عمرنا عشنا فيهم، ما عدا طبعا بعض الفترات اللي كان فيها بعض المكائد اللي بتتعمل عشان النيل من النسيج المتوائم المصري ومحاولة الإيقاع بين المصريين. طبعا المصريين طول عمرهم عايشين مع بعض، وطول عمرهم حاجة واحدة، عمرنا ما كنا بنتكلم لا مسلم ولا مسيحي، طول عمرنا بنحتفل بالأعياد مع بعض. المصريين بينهم وقام ومعيشة مشتركة على مر الفترات الزمنية المختلفة، وشفنا ده طبعا والحرص بيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي الرئاسة، وهو دايما بيحافظ على الإخاء والمحبة بين جموع الشعب المصري مختلف طوائفهم. العالم الغربي بيوصلنا باستغراب ان احنا عندنا طوائف مختلفة، ورغم كده في بينا ألفة ومفيش بينا اي حساسية في التعامل ولا اي مشاكل داخلية. طبعا دايما مصر في أمن وأمان بشعبها وبالعلاقات الطيبة اللي بتجمع كل طوائف الشعب المصري. كل سنة واحنا طيبين، وكل سنة واخواننا المسيحيين في خير وأمن وأمان وسعادة، وعام سعيد علينا كلنا كمصريين. الخبر الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة كان في اجتماع موسع من أجل مشروع التنمية للأسر المصرية. طبعا الرئيس النهاردة كان في اجتماع موسع مع معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومجموعة من السادة الوزراء لمناقشة كل ما يخص تنمية الأسرة المصرية والحفاظ على الكيان الأسري المصري والحفاظ على كل مقومات الأسرة المصرية داخل المجتمع المصري. طبعا الرئيس بيحرص دايما على ان يكون في مناقشه لكل احتياجات المجتمع، لكل المشاكل اللي موجوده عشان نقدر نوصل في الاخر لحلول ليها. طبعا بنتكلم بشفافيه وبواقعيه، ودايما يبقى في خطط مستقبليه لتوقعات ما يحدث داخل المجتمع المصري واحتياجات ومتطلبات الاسره المصريه بشكل عام. هيكون معانا ومعاكم النهارده لقاء هام جدا بيهمنا وبيهم كتير جدا من مشاهدينا، بيهم كتير جدا من المصريين، وهو آخر تطورات اللائحة الجديدة واشتراطات البناء في القانون الجديد. طبعا حواليها كلام كتير جدا، فإحنا فضلنا أن احنا نتكلم في الموضوع بشكل موسع. معانا اتنين من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، وهم الدكتور سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمراني. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اخبارك؟ ربنا يخليك. وهيكون معانا كمان المهندس الاستشاري ابو الحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ زي ما احنا شايفين كده يعني على الساحه حاليا الكلام كله عن الاشتراطات البنائيه الجديده، اللائحة الجديدة أخبارها إيه؟ المباني بعد كده هتبقى عاملة إزاي؟ حاجة طبعًا بتهم كثير جدًا من العاملين في هذا المجال، بتهم ناس كتير جدًا من المصريين، عشان طبعًا دي هتعمل اختلاف في توازن القوى في توجه الناس في الشراء، في الاستثمار في الأراضي، هيبنوا فين؟ هيعملوا إيه؟ في البداية عايزين نعرف إيه أهم الاشتراطات في قانون البناء الجديد؟ هو أنا حضرتك لما نيجي نتكلم على الاشتراطات البنائية الجديدة ما بنتكلمش عليها كجزء منفصل عن المنظومة العمرانية
اللي الدولة بتتبعها من 2014، لأن 2014 الدولة واخدة عندها تارجت، واخدة عندها هدف، وهي جودة حياة المواطن المصري. الجودة دي تمت من خلال محاور عديدة قوي. أول محور الدولة خدته وهو نهاية قصة الإسكان العشوائي. الإسكان العشوائي الخطر بينتهي ب 2020. بعد كده هنخش في الإسكان الغير منظم، وده هينتهي إن شاء الله في 2030. ده كان المحور الأولاني نحو جودة حياة المواطن المصري. المحور الثاني بيخدم نفس الهدف برضه، اللي هو جودة الحياة. المحور الثاني وهو قانون المصالحات، قانون 17 سنة 2019 وتعديله في 2020. القانون ده برضه كان جزء من المنظومة، لأن مش معقول أنا بنهي مشكلة الإسكان العشوائي الخطر ويستمر النزيف في الأراضي الزراعية، ويستمر النزيف في المدن القائمة بالمخالفات للبناء يوميا. فكان لازم الملف ده يتقفل ويتعمل وقفة، وفعلا قانون المصالحات عمل وقفة شديدة جدا مع المخالفات وأوقف البناء على الأراضي الزراعية. ده كان المحور الثاني. المحور الثالث وهو إيقاف البناء لمدة 6 شهور حتى يتم عمل دراسة للتخطيط التفصيلي لكل المدن القائمة اللي ملهاش تخطيط تفصيلي. يعني احنا زي ما احنا عارفين ان المدن الجديدة ليها اشتراطات بنائية وليها تخطيط تفصيلي وليها اشتراطات موحدة بالزبط. يعني الـ 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 المدن الجديدة بتبقى متقسمة احياء، حي فيلات، حي عمارات، او منطقة فيلات منطقة عمارات بالزبط. ليها اشتراطات بنائية في الارتفاعات وفي المواصفات محددة بالزبط. لكن المدن القائمة كانت محتاجة تنظيم، عشان كده لما تم ايقاف البناء لمدة 6 شهور تم ايقاف البناء في المدن القائمة وليس في المدن الجديدة. المدن الجديدة فضلت مكملة، استمرت، ما وقفتش بالزبط، ما فيهاش مشكلة. طيب المدن القائمة بقى تم دراسة المدن الجديدة ما فيهاش غير مخالفتين، الرواف الجديده، ما فيهاش غير الرواف والدوبلكس والبنت هاوس بس. بالظبط الاثنين دول. واعتقد دول يعني انتوا ما تناقشتوش مثلا انكم بعد كده تعدلوهم يبقوا موجودين في الرخص؟ والله انا شفت قرار للسيد رئيس جهاز مدينه حدائق 6 اكتوبر. تمام. القرار ده مترخ بتاريخ 23 ديسمبر. ده جديد جديد. هذا القرار بينص على ان ممكن البدروم يتحول الى سكني، والسطح يتحول الى سكني، يعني موافقه ضمنيه على البنت هاوس وعلى الدوبلكس بشرط ان هما ما يتحولوش لاتنين اداري او تجاري بس، والمحافظه على نسبه العربيات اللي في الجراج. بالظبط كده بالظبط، ان هو يحافظ على كل وحده على الاقل عربيه، يبقى لها عربي. انا لكن انا شفت القرار ده. قبل ان في سؤال حوالين القرار ده حضرتك، انا اعتقد ان انا برضو قريته. هل انا دلوقتي عندي روف وانا ما خالفتش كويس تمام، وجاري خالف وعمل الدور بتاع الروف دور كامل وتصالح ودفع قيمه التصالح كويس في المنطقه كويس، طيب انا ما بنيتش، هل يسمح لي بهذه التعليمات الجديده ان انا ابني الدور ده مقابل ادفع قيمه الغرامه اللي دفعها جاري لغايه دلوقتي؟ لا دلوقتي حاليا. دلوقتي حاليا؟ لا دلوقتي لا. يبقى هنا في نقطة، دلوقتي بوقف أوضاع اللي غلط. طب ما دي واحدة. ما أنا هنا في نقطة، يبقى دلوقتي اللي خالف ودفع التصالح تمام كده استفاد مزبط. وأنا عشان التزمت بالقوانين المعمول بيها ساعتها فأنا اتضريت ما انتفعتش بالدور. طب ما هو احنا فإحنا عايزين عفوا الاقتراح هنا إن يسمح. أنا كنت لسه هقول يسمح حضرتك، يعني يا ريت السادة الجهات المعنية تكون سامعانا، إن وزارة الإسكان تسمح بين دور تعليمات ان الدور اللي ما بناش الروف يحق ليه ان هو ياخد الدور ده مقابل دفع قيمه التصالح اللي دفعها الجار اللي مخالف بنفس القيمه. هو اكيد الكلام ده هيتعمل وهيتعرض على البرلمان المصري، يعني مجلس النواب دلوقتي، يعني النهارده طلع قرار بالناس المعينين وفيهم ناس متخصصين، يعني وعلى راس الناس المتخصصين دول الدكتورة صحرا عبد المنعم عطية، وهي دكتورة تخطيط عمراني وكانت رئيس قسم لهندسة القاهرة قسم عمارة. فأكيد إن حتى كمان من باب الرؤية المعمارية إن أنت مش هينفع يبقى واحد عنده روف واحد ما عندهوش، يعني لما تبص على المبنى
في الشارع في النسق التعميري بذات نفسه في الرؤيه، هتلاقي في حد عنده روف وحد ما عندوش، فهتلاقي في شكل العماره شكلها مش لطيف، مختلف يعني. مختلف. انا اقصد ايه حضرتك برضو اذا سمح للدور ده يتبني ما يتخذش مقابل اكتر من قيمه التصالح اللي دفعها الجار المخالف، عشان في ناس بتشتكي احنا اتبعنا القوانين الساريه وخلفناهاش واضطرينا، لا اضطرينا بالمقارنه يعني مزبوط. يعني فتح فوت كسب ليه ان هو ياخد دور هيبيع وهيسكن فيه او غيره. انا اعتقد ده دور مجلس النواب، فيا ريت احنا يكون برضو هنا واعضاء مجلس النواب يعني من المنبر هنا ان احنا حضرتك تأيدي في هذا الاقتراح دكتور ابراهيم، عندنا مجلس نواب وعندنا مجلس شورى، يعني ان احنا نرفع هذا الموضوع كمقترح لي على اساس الناس اللي هي عندها ضيق من هي التزمت بالقانون وفات كسب معين من ان هي اتضرت دلوقتي، حاسه ان هي متضرره واللي خالف هو اللي استفاد، فعايزين نعمل برضو من باب تصحيح ما سبق. اكيد من تصحيح ما سبق يعني اكيد ده يتفتح حضرتك، اكيد ده يتفتح، لان اي قانون لان دلوقتي قانون 119 هيتم تعديله. تمام. اي قانون عشان بيتعدل او بيتعمل في حاجه اسمها حوار مجتمعي. تمام. لازم يتعمل حوار مجتمعي، وكل الحاجات كل المقترحات دي هتصب جوه الحوار المجتمعي، ومن خلال بقى مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاثنين هيتم الموافقه على استخراج تعديلات جديد. بالظبط. طيب انا كده فهمت من حضرتك نقطه صغيره، يعني اتمنى ان هي تكون وصلت للساده المشاهدين، ان احنا تقريبا كده هنتكلم عن مدن شبه المجتمعات العمرانيه، يعني تقريبا ارتفاعاتنا هتبقى 4 أدوار داخل المدن حسب عروض الشوارع. ما انا طب في حد اقصى؟ ما انا يعني ما هو في المجتمعات ما لسه ما كملش حضرتك. في المجتمعات العمرانيه مثلا بيبقى الشارع مثلا 20 متر ورغم كده بتاخد 4 أدوار، الشارع 60 متر وبتاخد 4 أدوار. المجتمعات العمرانيه الجديده الحد الاقصى ليها 4 أدوار 21 متر. لا، في 6 اكتوبر كان في 21 متر، كان في 17 متر وكان في 21 متر. 17 متر اللي هو دور وارضي واربعه. اوكي. الثاني 21 متر دور وارضي وخمسه. تمام. العمارات في العمارات مش كلها، مش كلها مناطق يعني مناطق حضرتك بعض العمارات. هتلاقي مثلا حي من الاحياء فيه 8 مجاورات، هتلاقي كل حي له اشتراطات بنائيه غير التاني. طيب. 1.45% نسبه البنى، 1.55% مش شرط. الاشتراطات الجديده بقى دي تشمل المحافظات صح كده، وبقى لها نسق عمراني جديد وتخطيط جديد. الارتفاعات بقى بتتراوح من ما الى انا لسه كنت لسه هتكلم بقى الحته الاشتراطات حضرتك دي. لما الدولة وقفت البناء 6 شهور تمام. كانت بتعمل ايه؟ درست خطوط الانفراستراكشر في المدن القائمة كلها تمام، وملكية السيارات، وعرفت المنطقة الفلانية دي وصلت للفول كاباستي للطاقة الاستيعابية ليها في شبكة المية وشبكة الصرف وشبكة الكهرباء، وبالتالي مش هقدر ابني عليها حاجة. المنطقة اكس مثلا، المنطقه واي دي ممكن ابني عليها ولكن بكثافه بنائيه اقل، المنطقه دي ممكن ابني عليها اكتر. يبقى هي صنفتها طبقا للانفراستراكشر الحالي. تمام. واخد بالك؟ وبالتالي هتلاقي كل منطقه داخل مش هتبقى اشتراطات محافظه. طب سؤال، اشتراطات مناطق جوه المحافظه. تمام. طيب الاشتراطات دي مختصه بالارتفاعات، الارتفاعات والاستعمالات. والاستعمالات اما انا كنت لسه هسالك بقى على الاستعمالات. ليه الاستعمالات حضرتك؟ لان انا النهارده لما بطلع بعماره بيبقى فيها سكني ويبقى فيها اداري ويبقى فيها تجاري، انا بزود الكثافه المروريه. تمام. بزود استخدام شبكه الميه والصرف والكهرباء، لان الاستخدام الاداري والتجاري غير السكني. تمام. وبالتالي لازم كان يتعمل حساب الكلام ده. المباني الجديده هتبقى مبنى سكني. سكني فقط. سكني فقط. داخل المدن. طب هل في التخطيط الجديد اللي عملتوه في المحافظات المختلفه هيبقى في مناطق مخصصه لاداري او تجاري؟ اكيد. يعني هيبقى في مثلا حاجه زي يعني في قطاعات عمرانيه مثلا بنلاقي مثلا مبنى تجاري، مبنى اداري. هل هتبقى كده؟ هم حضرتك وهم بيدرسوا المناطق دي عشان الشرطات الجديدة درسوا المنطقة دي فيها كم مدرسة، فيها كم مسجد، فيها كم مستشفى، فيها كم محل تجاري، وعندنا معدلات عالمية كل مجاورة سكنية تحتاج كم مدرسة ابتدائي وثانوي وإعدادي. درسوا ده وطبقوا عليها، لقوا ان هنا مثلا في عجز في المدارس،
في المنطقة دي في عجز في المستشفيات، في المنطقة دي في عجز في المحلات مثلا. تمام. يبقى هيعيد الاشتراطات بما يتناسب مع المعدلات. تمام. طيب أسألك سؤال بقى، في نقطة بس برضو الدكتور معنا دلوقتي بالنسبة للاشتراطات الجديدة، حطت حد أدنى للمساحات القطع الأرض المساحات. في الأحياء القديمة وكان دي إثبات حكومية معتمدة من عشرات السنين، ففي قطع صغيرة 100 متر 120 متر. لا هو كان حاطط حد حضرتك، أصل حضرتك إحنا بالنسبة للتشريعات إحنا عندنا كان قانون 106 لسنة 76 وقانون 3 لسنة 82. 106 ده كان متخصص بالبناء، 106 لسنة 76 وقانون 3 لسنة 82 ده قانون التخطيط العمراني. اللي حصل ان تم ان القانون الاثنين دول اتلغوا وجه بدلهم قانون 119 سنة 2008 لغى القانونين دول. 119 غير 106. 106 كان بيقولك الحد الادنى لقطعة الارض 60 متر. تمام. واصغر واجهة 10 متر عشان ما حدش يجي يعمل لي واجهة 2 متر و3 متر عشان ما يبقاش التقسيم تقسيم عشوائي. تمام. الاشتراطات الجديدة الحد الأدنى 175. طب سؤال بقى، هو 119 حضرتك كان الحد الأدنى 120 متر. 120 وكان لم يفعل. يعني فعليا كان في ترخيص بتبقى لما قطعات أقل، لكن هي دلوقتي الإشكالية أنا كمواطن بقى. يعني الدولة خلاص أوكي مفهوم الفلسفة بتاعت التخطيط الجديد، لكن أنا كمواطن عندي مساحة أقل من 175 ولسي 150 120 هعمل إيه؟ هل الدولة هتاخدها وتعوضني تعويض عادل حقيقي، ولا هتعملها يعني هي منفعه عامه وتستفيد بيها باي استفاده حكوميه مثلا جراج او غيره او غيره موقف سيارات او غيره او حديقه، لان انا هتضر كمواطن في التخطيط العمراني الجديد اللي اتعمل. عامل ايه؟ حد عنده قطعه ارض 150 متر مش تبني مثلا. طب هتبقى ايه؟ حل ايه؟ يعني هيبقى ايه يعني انتوا لما عملتوا المخططات هتبقى ايه؟ يعني موجوده هنا فراغ، هي حته ارض فاضيه، هتبقى ايه؟ جراج مثلا؟ دلوقتي دي مدرسة خاصة. هتبقى ايه؟ لا ما ينفعش جراج متحدر الطوابق. لا يعني اقصد هل الدولة هتبقى طب هتبقى ايه بقى؟ منفعة عامة. هو حضرتك لو تعويض عادل وهي تحسن بقى استخدامها طبقا للتخطيط الجديد، تعملها بقى حديقة، تعملها موقف اي حاجة مناسبة. بس يعني عايز اقول لحضرتك حاجة، الدولة المصرية من 2014 جميع التعويضات التي منحتها على الأراضي المنزوعة كمنفعة كمنفعة عامة عوضتها تعويض عادل جدا من 2014. يعني نقدر نطمن المواطن حضرتك من 2014 إذا هنحلله وجود مساحات يملكها ملكية خاصة، تمام كده، بمساحات هيتعوض بيها يعني لن يسمح له بإعطاء ترخيص بناء، إن الدولة هل في يعني توجه أو ممكن نقدم اقتراح بقى طالما كانش لسه الموضوع وصل لدرجة القانون، يعني ان احنا نقدر نقول ان يراعى تعويض حل هذه المشكلة بان الدولة تاخد تنزعها منزعة المنفعة العامة تستخدمها بأي طريقة مناسبة وتعوض المواطن عن قطعة الأرض التي لن يؤخذ لها تصريح بناء بتعويض عادل عشان بقاش في مشكلة المواطن. انا عنده اعتقد أرض دي مش محتاجة من وبعد كده حضرتك يعني في نقطة احنا مش عايزين عشوائيات، ما المساحة دي هتبقى مقلب بقى. هو سؤال بقى، اصل في مناطق يعني في مناطق لما قعدتوا التخطيط العمراني يعني في مناطق اصلا هي عشوائيه، هي اساسا عشوائيه، هي اتبنت بعشوائيه اساسا. طيب ملاك الاراضي بقى اللي في المناطق العشوائيه دي هيتعاملوا ازاي؟ هل هياخدوا رخصه مباني؟ يعني خلينا نرجع للنقطه الثانيه، هو جاب ال 175 متر هياخد رخصه بنا في منطقه عشوائيه؟ هتسمح له انه يبني؟ حضرتك بنخش في الجزء الثاني. انا قلت لحضرتك ان التعامل مع الاسكان العشوائي كان من خلال مراحل منظورين. تمام. المنظور الاولاني ان مفيش ميه تاني، مساكن الخطر. تمام. انتهت خلاص، دي تتشال. من 2020 ل 2030 الاسكان الغير منظم خلاص. تمام. هيتشق شوارع ويتعمل انفراستراكشر، يبقى هيعاد تهذيب هذه المناطق وبيتم تعويضهم. يعني انا عارف في منطقه مثلا في مدينه نصر اللي هي ورا السلاب اللي هي ورا زهراء مدينه نصر، ما بين ما بين ما بين شارع زاكر حسين او احمد الزمر وما بين طريق السويس، بيعملوا دلوقتي كوبري جديد. فللمنفعه العامه كبروا الشارع هناك، والكوبري ده هيعدي من فوق سوق السيارات بالظبط. كويس. الكوبري ده اتشال تقريبا 1300 عماره او 1400 عماره،
تم تعويض الناس بالفعل، نقلوهم من الشقق دي، ادوهم شقق، ادوهم شقق بدلها ونقلوه يعني ما مشاهوش في الشارع، نقلوا. فمعرفش بقى وضع الاراضي ايه التعويض هنا حضرتك؟ في ناس متخصصين من الخبره المتخصصين في تقييم العقار بيقوموا بهذا التعويض ولا موظفين حكومه؟ تقييم لا ولا لجان حكوميه؟ اقول لحضرتك حاجه، مشروع ماسبيرو، مربع ماسبيرو، مربع ماسبيرو زيه زي اي مشروع تم مثلا في محافظه القاهره، بيتم تعويض المواطن تعويض عادل جدا. وحط تحت جدا دي حضرتك ست خطوط حمر، اما بياخد فلوس اما بياخد ما يعادل الوحده. يعني انا لو شلت واحد من وحدته بديله وحده قيمتها تعويض عادل، تعويض عيني، تعويض عيني. ممكن تبقى افضل، يعني ممكن هو يبقى كان قاعد في عشه فانت تديله شقه. الدوله حضرتك من 2014 لم يظلم فيها مصر. طيب اسالكم بقى سؤال، قانون 119 عفوا، قانون 119 2008 في فصل نزع الملكيه بيلزم المحافظ عند نزع ملكيه اراضي خاصه، ملكيه خاصه للمواطن، ان هو بيستدعي اثنين خبراء من هيئه المسجلين في هيئه التمويل العقاري على الاقل، هيئه الارقام الماليه على الاقل، لتقييم التعويض العادل للمواطن عن نزع ارضه. وانا عارف هل هذا بيتم على ارض الواقع؟ انا اللي عارفه في جزئيه التعويضات، في جزئيه التعويضات كانوا خدوا موافقه من مجلس النواب ان هو لو خد حاجه للمنفعه العامه بيعوضها ب 120% من قيمتها السوقيه. دي النقطه اللي انا كنت اسال حضرتك، قيمتها السوقيه يعني هي تدفع مليون جنيه يديك مليون و200 عشان هو اللي خدها، ده بيحصل مش بناء على رغبته. اللي حضرتك عشان عايزين نوضح حضرتك للمواطن ويطمئن اي مواطن ان هيتم نزع ملكيته نتيجه التخطيطات دي هتحصل. انا عايز اسالكم يعني اسال حضراتكم سؤال انتوا الاثنين وكل واحد يقول رايه فيه. يعني توقعاتكم لما بعد هذا القانون في اسعار الشقق اللي في المناطق في المدن، هتغلى ولا هترخص؟ المدن القائمة طبعا هو يعني طبقا لقاعدة العرض والطلب، العرض والطلب. فإذا في منطقة لن يسمح فيها يعني دخلت في شريحة ان هي مش هيتبني فيها تاني الكثافات والاعتبارات، فهيمنع فيها بناء جديد، وهيبقى الأراضي الفاضية دي هنحلها زي ما الاقتراح اللي احنا قلناه. كويس. طبعا الوحدات اللي هتبقى موجوده، اللي موجوده بقى هتبقى ايه؟ هتتحول لايه؟ العرض محدود، قيمتها عليت، عرض محدود او ندره زي بعض المناطق، فهتغلى. في شبرا مصر مثلا من المناطق والدار وسط البلد من المناطق الندره اللي فيها وحدات موجوده قليله، وحدات فالوحدات دي صح؟ اللي هي اصلا قليله، واضح ان عنده وحدات هناك عشان كده قال المنطقه دي بالذات او النادره، هيحصل تغيير في الاسعار، هتغلى الاسعار، هتغلى طبعا نتيجه قلتها. انا دلوقتي واحد، انا مثلا عندي فيه محلات تمام كده، ومحلات محدوده، وفي محل في منطقه متميزه وانا عايز اعمل نشاط، يعني حد عايزه، ايوه الشركه دي ذات الانشطه دي التجاريه عايزه في المكان ده قدره شرائيه فيه عاليه تمام، والسوق طالب هذا النوع من النشاط، فهدور على اي محل موجود. فطبعا نتيجه عرض وطلب صحاب الاملاك دي هيبتدوا يطلبوا ارقام اعلى. طب ورايك انت يا دكتور؟ دكتور والله كلام حضرتك مظبوط 100%، ولكني اختلف معك. ليه اختلف مع حضرتك؟ لان احنا النهارده لما نيجي نبص نشوف اللي بيخلق العرض والطلب، القيمه السوقيه للوحده اللي هي بتتشكل من ايه؟ بتتشكل من ثلاث عناصر حضرتك، مساحه، موقع، تشطيب. تمام، ده كلام ما فيش خلاف عليه. انا النهارده ما يبقى عندي شقه في شارع شهاب حتى لو فيها ندره وفي مشكله في الركنه وفي مشكله في الشوارع، اقارنها بشقه اخرى في الشيخ زايد او في اكتوبر او في التجمع، هركن براحتي، هشم هوا نظيف، الشوارع واسعه، مع العلم ان اللي عملته الدوله في الثلاث سنين الاخيره من توسيع الشوارع وعمل كبال اثر على السوق العقاري، وهيأثر على السوق العقاري بالايجاب، بالايجاب مش بالسلب. يعني ايه؟ لما النهارده تسهل لي الانتقال من منطقه لمنطقه، انا النهارده بطلع من مدينه نصر في 3 دقائق بالظبط، انا كنت في الاول بطلع من مدينه نصر في ساعه ونص. طب المفروض ان ده هيغلي ثمن الوحدات، مش هيغلي ثمن الوحدات،
هيخلي الاكسسبيليتي هي سهوله الوصول من مكان لاخر اصبح عامل الزمن هنا قليل، وبالتالي انا افضل لي ان انا اخد شقه في القاهره الجديده او في العاصمه الاداريه الجديده او في الجلاله احسن ما ازنق نفسي في مدينه نصر. اخد شقه في الشيخ زايد. بس الناس اللي مرتبطه بالاماكن اكيد هتشتري غالي. اماكن يعني زي ايه؟ يعني مثلا حضرتك مثلا شوف مثلا من زمن مثلا مثلا منطقه زي الزمالك مثلا ليها رواد، في ناس معينه بتحب تشتري هناك، مهندسين مثلا. الزمالك بالذات بقى هتشهد الفتره اللي جايه تغيير في السوق العقاري بدرجه فوق الخيال. ليه حضرتك؟ النهارده الزمالك بتتاجر الوحدات القانون الجديد بتتاجر بالدولار. بالظبط. ليه؟ والمعادي. ليه؟ علشان السفارات والقنصليات في المعادي وفي الزمالك. بالظبط. النهارده لما القنصليات دي كلها والسفارات تتنقل العاصمه الاداريه الجديده، يبقى الشبكه والسوق العقاري في الزمالك وفي المعادي هيتغير، يبقى الطلب والعرض نوعيه الطلب هتتغير. هتتغير خالص. تمام. ونوعيه الناس اللي هتسكن في نوع مستهلك هيتحول هيتنقل. بالظبط. زي ما احنا بنقول في التخطيط في حاجه اسمها غزو واحلال، في طبقه تانية هتيجي وفي طبقه هتمشي. تمام. عشان كده بقول يبقى ان الاسعار مش هتزيد. مش ما نقدرش نطبق القاعده دي مترادفه بالايجاب او السلب، الا لكل منطقه لها خصائصها. ما هي حضرتك يعني دي خصائص اللي ايه؟ خصائص الزمالك مرتبطه بالسفارات. لا. مرتبطه بالسكن المرتبط بالسفارات. تغير طردي عشان الاحتياج ملح لسبب معين. بس حضرتك برضه حيثيات يعني كل منطقه ليها حيثيه. لا ما انا اقول لحضرتك كل منطقه ليها حيثيه، بس انا لازم يبقى عندي نظره فوقيه، ابقى شايف دي ودي ودي ودي، وشايف السوق العقاري في كل المدن دي الميكانيزم بتاعه ازاي. هقدر اعرف ان المستقبل في مصر النهارده اقدر اقول لك بصراحه وبقوه للمدن الجديده وللعاصمه الاداريه الجديده وللجلاله، مش للمدن القديمه. مش القديم هو خالص. طبعا انا متفق مع حضرتك ان وجود العاصمه الاداريه والاخلاء الاداري هيغير اتجاه القوة بالنسبة للعقارات راح فين؟ من مناطق كانت متميزة جدا. بالزبط. جدا في سواء في الإيجارات أو في البيع والشراء أو 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 نتيجة إن في مقرات لمنشآت مهمة، وإن المنشآت المهمة دي أنت عارف زي مقرات شركات قطاع الأعمال هتسيب وسط البلد كلها. لا الدليل كمان الإدارية. الدليل كمان على الدكتور تفريغ حاجة تانية، إن إحنا سمعنا أسعار في العاصمة الإدارية ما كانتش بتتباع بيها في المدن. يعني واحد مثلا بيشتري صيدليه ب 100 مليون جنيه، مفيش اصلا صيدليه في المدينه ب 100 مليون جنيه. عنده نظره مستقبليه. بالظبط. يعني قصدي بقى في فيجن مختلف. يعني احنا فيجن ان الناس كمان بتبي. يعني الاول كنا بنقول نروح مدن جديده عشان تبقى رخيصه. لا ده انت بتروح مدينه جديده عشان فيها تنميه اكتر وفيها سيرفيس اكتر وليها فيوتشر فيجن، يعني ليها رؤيه مستقبليه. كمان العاصمه الاداريه ليها مميزات لم تتوفر في باقي المدن الجديده. بالظبط. تمام. العاصمه والعالمين يعني في اماكن معينه كده والجلاله. بالظبط. لكن انا بتكلم حضرتك احنا انا متفق معاك ان هيحصل نتيجه الوضع الجديد بالنقل المباني الاداريه للشركات قطاع الاعمال والسفارات في اماكن كانت متميزه جدا وعاليه جدا في ايجاراتها وعاليه جدا في اسعار بيعها، هيحصل تغيير توفر. هيحصل تغيير طبعا. طب اقول لحضرتك حاجه وانتوا هتفتكروا معايا الكلام ده، نرجع بالذاكرة شوية 20 سنة. كان زمان وسط البلد هي كل حاجة قبل ما يبقى فيه سور نادي الزمالك ويبقى فيه سيتي ستار. كانت طموح المحلات وطموح الشركات كله في وسط البلد. أي شركة بتاعت حد زمان كانت يقول لك في وسط البلد. ما فتح المهندسين وسور نادي الزمالك حصل إيه؟ صاحبت الرجل. هل في مكتب هندسي؟ كان كل المكاتب الهندسية في وسط البلد. في وسط البلد بالظبط. النهارده ما فيش ولا غير 3-4 مكاتب. اللي هو القدام. القدام الناس بتاع اللي هم بتاع مكتب يعني. والدك مثلا اساتذتنا. لكن المكاتب الهندسيه دلوقتي كلها فين؟ يعني زي مكتب مهندس محمد دره الكبير كان في وسط البلد. طبعا. دلوقتي بقى في مهندسين فعلا يعني ده مثال على الدكتور مدحت. الدكتور مدحت بالظبط. يعني وبعد كده فتحت مدينه نصر نقلوا مدينه نصر. بالظبط. وبعد كده فتحت القاهره الجديده نقلوا القاهره الجديده. انا بدي لحضرتك ايوه نعم مثل شفناه ان النشاط اتنقل من وسط البلد اتنقل للمهندسين. في الحته الثانيه في نقطه مهمه قوي عايزين نقولها برضو نلحق نقولها في الحلقة، نظام التراخيص الجديد ايه اخباره بقى؟
بص حضرتك التصور اللي حاطه الحقيقة بالظبط التصور يعني هيبقى ايه بقى؟ الرخص في مصر كان ليها نظامين. تمام. نظام بيتبع وزارة الإسكان اوكي عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية ده للمدن الجديدة لأجهزة المدن ده لوحده، ودي كانت عملية منتظمة وزي ما هي هتفضل مكملة، وإذا كان فيها مشاكل فيها مشاكل بسيطة رتوش جدا. رتوش بالظبط، يعني لا تتعدى واحد في الألف. طيب نروح المدن بقى. المدن المحليات القائمة والمحليات، وناس كتير بترغي على المحليات، وأنا ضد هذا الاتجاه لأن ما أقدرش أكيل الاتهامات لناس بدون دليل. أنا لا أتهم أحد، المحليات على دماغنا من فوق ناس بتأدي عملها، ولكن كان في وقت من الأوقات كانت المنظومة في الدولة قبل 2014 كانت منظومة مهترئة خلاص ومنظومة ضعيفة. النهاردة الدولة غير الدولة، من 2014 مصر بقت دولة تانية، بقى في حاجة اسمها هيبة الدولة وهيبة الحكومة، والقانون بيطلع وبيتنفذ. تمام. مفيش هزار. طيب. دي جزئية مهمة جدا. النهاردة منظومة الرخص بقت قوية وكان لازم تتجدد عشان ألغي المنظومة القديمة دي. المنظومة الجديدة داخل فيها عدة أطراف، داخل فيها الجامعات المصرية، كلية الهندسة داخلة طرف، داخل فيها جزء نقابة المهندسين داخلة معنا، الرقابة على التنفيذ والتفتيش على التنفيذ هيتم من خلال أربع جهات وهقول لحضرتك عليهم. مفيش حد هيغلط، محدش هيقدر يمر من الأربعة دول. أول جهة هي الرقابة الإدارية، دي أحد أعضاء اللجنة. لا، الجهات التي تراقب رقبي. التنفيذ. ما أنا بقول أحد أعضاء اللجنة اللي بتراقب التنفيذ. لا، كل واحدة مستقلة، بتراقب على حدة مستقلة مش مع بعض، شخصية اعتبارية مش في لجنة كاملة. طبعا لا لا. أوكي. الرقابة الإدارية، الهيئة الهندسية، وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان. وزارة الإسكان متمثلة في جهاز التفتيش اللي يتبع الوزارة، وزارة التنمية المحلية عندها جهاز تفتيش، والرقابة الإدارية فيها متخصصين، والهيئة الهندسية طبعا فيها متخصصين كتير. يبقى اللي بينفذ ده مش هيقدر يهزر. طب سؤال بقى، الأربع جهات دول آليات التعامل معاهم إزاي؟ يعني هيجي يبص على مشروع بيتنفذ؟ آه. وأنت شغال؟ آه. هيجوا يرجعوك؟ آه. طب هيبقى في حاجة اسمها رقابة جودة. اللي اشتغل هيبقى ستيب؟ أقول لحضرتك. يعني هيبقى خطوات، يعني مثلا برمي سقف في الدور الأولاني وبعدين يجي يبص عليا وبعدين أرمي سقف في الدور الثاني؟ لا 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 لا. أقول لحضرتك. اللي هيحصل إن الرخصة هتتعمل. تمام. من خلال حاجة اسمها المركز التكنولوجي. هتتعمل إزاي بقى؟ المركز أيوة. التكنولوجي اللي هو سواء في الجهاز أو في الحقيقي. المركز التكنولوجي بيتعامل مع الجامعة اللي بيتبع لها، لو في مثلا الجيزة بيبقى مع هندسة القاهرة، لو في مصر الجديدة بقى تبع هندسة عين شمس وهكذا. خلاص. الجامعات هتحط بدايل للوجهات تتناسب مع البيئة العمرانية للمشروع اللي طالع. أوكي. لإعادة وجه القاهرة الجميل، مش القاهرة بس، لإعادة وجه مصر الجميل مرة أخرى. يعني هم في الحالة دي بصفة معمارية بالظبط هيحط لك بدايل للوجهات، حضرتك هتختار بس. اه طبعا. لكن ملوش دعوة بالرخص. الرخص الجامعة هتراجع عليها. تراجع عليها قبل ما تطلع الرخص. قبل ما تطلع. طب والجامعة هيبقى فيها مركز بقى للكلام ده ولا ايه؟ كل جامعات مصر فيها مركز استشاري متخصص. طبعا هيبقى في تداخل كده بين المجمعة العشرية كمراجعة. المجمعة العشرية بتراجع مراجعة إنشائية. هو هيراجع المعماري ولا ايه؟ هيراجع المعماري والنسب البنائية والارتفاعات. معماري يعني. والواجهات. معماري. الجديد معماري. الواجهات كمان. معماري. معماري فقط. معماري. يعني هو حتى في القديم ما كانش بيراجع واجهات. هو في الجديد هيراجع واجهات. بص حضرتك كل حاجة تتراجع. يعني نوع من التوحيد، من شبه التوحيد كده. اوكي. التوحيد والسيطرة. يعني. التوحيد النسبي يعني المناسب. خلاص. بس هو في نقطة حضرتك دلوقتي. حضرتك ذكرت اني من ضمن الجهات اللي هي هتراقب او هتتابع التنفيذ او هتفتش على التنفيذ الرخصه بقى. الرخصه اتعملت واحنا في مرحله التنفيذ. ما هي اصل في خطوه كنت عايز اقولها. طب اتفضل حضرتك وانا اتكلم معاك في التنفيذ. كان الاول المالك او المطور بيروح يجيب اي مقاول، اي حد، الحاج عبد الشكور، اي مصيبه. يعمل اي كلام ومفيش اشراف هندسي. تمام.
التهريج ده خلص خلاص الحمد لله. دلوقتي هيقدم عقد بينه وبين المقاول، وهذا المقاول مشترك في اتحاد المقاولين، واخد بالك، والورق يبقى هو هيقدم عقد بينه وبين مقاول. طب ممكن نقف عند الحته دي سؤال؟ ايوه، يعني عشان دي حاجه مفصليه. آه. ده هيسري على المجتمعات العمرانيه وعلى داخل المدن، ولا ده داخل المدن فقط؟ كله كله كله. اوكي. وهيقدم العقد اللي بينه وبين المقاول، وبين المقاول، وبينه وبين مهندس الاشراف. ومهندس الاشراف اللي هيبقى شهادته معتمده من نقابه المهندسين، اهي النقابه داخل الطرف اهو، خلاص. هذا المهندس هيقدم للمركز التكنولوجي كل 3 شهور تقرير بالموقف بتاعه، الموقف التنفيذي، اذا كان عنده كواليتي كنترول، اذا كان عنده خرسانه، اذا كان هيكسر المكعبات، اذا كان السيطره على التنفيذ. كان الاول ما كانش فيه اشراف هندسي، تمام. 90% من مباني مصر هو ما تمتش باشراف هندسي. تمام. دلوقتي هنرجع للمهندس قيمته، وهنرجع للمباني السيفتي بقى. تمام. هو في نقطه عشان حضرتك، السلامه الانشائيه اللي حضرتك قلت عليها دلوقتي، السيفتي بتاع المبنى او السلامه الانشائيه للمبنى، وده في جوده المبنى وطول عمره، وفي امان للساكن اللي هيسكن في المبنى بعد كده. بالظبط. ده كلام مهم جدا. بس انا بس ليا استفسار او ملاحظه دلوقتي من الجهات الفنيه المباشره، زي اللي هي المركز التفتيش على البناء. من وزاره الاسكان، من طرف وزاره الاسكان. طبعا ده الايه؟ ده جهه وفيها مهندسين وفيها ستاف، الجهه الفنيه ويرؤسها دكتور مهندس. تمام. الجهه الفنيه الرئيسيه في التفتيش فنيا يعني. تمام. حسب المعلومات المتاحه، وانا يمكن كلمت قبل كده، ان دلوقتي ان المراكز التفتيش على البناء للاسف الشديد ده المفروض منوط بالتفتيش على كل الجمهوريه. بالظبط. طيب للاسف عدد المهندسين الموجودين فيه عدد محدود جدا 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 جدا، ولا يزيد عن 37 مهندس على مستوى الجمهوريه. فانا من هذا المنبر الجميل وبنقترح برضو مع بعض ان يتم انشاء فروع للمركز الاستشاري، المركز التفتيش على البناء، تمام، في كل حي. لان النهارده عشان نتكلم عن جوده البناء لعمارات الاهالي، المشروعات الحكوميه والمشروعات الجهات، في ارواح ناس ليها استشاري بيعين على المشروع، في خاضع للرقابه، رقابه فنيه مباشره، تمام. لكن الاهالي هي المشكله، في عمارات الاهالي اللي ده بيقع وده يشرخ وده. فالنهارده احنا عايزين نساعد الاداره المحليه، نساعد بناس بالجهه الثانيه اللي هي اللي اقرها الدكتور، اللي هي مركز تفتيش على البناء، مخالفات البناء من ناحيه جوده البناء، ومن ناحيه السيفتي، السلامه الانشائيه، ومتابعه التنفيذ. طيب. احنا بنطلب من هنا ان يكون مركز على الاقل في كل حي، مركز، تمام، يمثل مركز تفتيش على البناء، عشان نتكلم كلام كويس جدا، عشان نتكلم كلام كويس جدا، عشان يبقى احنا هنحول الموضوع طبعًا. اللي كان من قبل كده موضوع سوري ومتسيب، واحنا بنصلح نفسنا، المنظومه كلها اتغيرت. طيب. فاحنا من ضمن التغيير سريعا، عشان احنا وقتنا خلاص بيخلص، بس عايز اسال الحكايه دي مهمه جدا. دلوقتي هو في الاشتراطات البنائيه الجديده بيقول لك عدد ادوار محدده، طبعا، تمام، وان كل شقه ليها مكان في الجراج. هل من ضمن الاشتراطات الجديده مساحه الوحده؟ يعني دلوقتي افرض ان انا هبني عماره 4 ادوار، خلاص، عايز ابني شقه 60 متر وهعمل دورين جراج تحت الارض، كويس، وهحافظ على نسبه العربيات، على نسبه الوحدات، هل ده هينفع في الجديد ولا لا؟ انا مش فاهم السؤال. يعني هل في قيد؟ في قيد على مساحات الشقق، في مساحة الوحدة ذات نفسها الداخلية، مساحة الشقق. يعني عندي حتة أرض مثلا في مهندسين مساحتها 600 متر، حابني مثلا على 50%، على 55%، خلاص، كويس. هل أنا عندي حرية في مساحة الشقة أعملها بالمساحة اللي أنا عايزها؟ أعملها بما يتناسب معاك، دي حرية طبعا. لا، أصل في المجتمعات العمرانية مش كده. في المجتمعات العمرانية نسبة محددة، يعني بيقول يعني مثلا في حي مثلا في الشروق مثلا اسمه حي النادي مثلا، كويس، حي النادي ده اقل مساحه الوحده فيه 300 متر، الارض مساحتها 1000 متر، بتبني على حاجه و50%، بتبني الدور شقتين فقط، ما ينفعش تبني. هو عامل كده عشان احافظ على الكثافه البنائيه، كويس. انا بسال بقى، في المدن في كده؟ لا، في المدن لا، مفيش. يعني هو قصته في الجراج، في الجراج، مش في لا، في الجراج، مش في المساحه، لا، في الجديد ما ذكرش ده، لا ما ذكرش. طيب سؤال بقى،
وده برضو مهم جدا. في المجتمعات العمرانيه لما كانوا بيقدموا على رخصه كانت بتاخد وقت معين على ما يطلع القرار الوزاري بيها في المشروعات او في لا في القرار الوزاري مش رخصه مباني. القرار الوزاري ده قرار تخطيط. تمام. مفيش قرار وزاري للرخص. للرخص. كويس. في النظام بقى الاجرائي الجديد ده بيقول لك مثلا الرخصه تستخرج في خلال كذا 60 يوم. 60 يوم من تاريخ تقديم. وما يشرعش في الاعمال غير لما تتقدم. لازم تتقدم. تمام. طيب وفي نقطة سؤال احنا قلنا المنظومة هتمشي وزارة التنمية المحلية والجهات الأخرى ومركز التفتيش والجهات الأخرى. دلوقتي الإدارة الهندسية بتاعت الأحياء بتعاني من إن مفيش عدد كافي من المهندسين، ومعظم الاستاف اللي موجود في الأحياء إدارات الهندسية للأحياء ناس واخدة دبلومات وممكن تكون بعيدة عن المعمار خالص، دبلوم صنايع، دبلوم تجارة، دبلوم زراعة، وده واقع قديم برضو. ده من الحاجات القديمة. قديمة مش في الجديد. دي حاجات قديمة. والله أنا أقول لحضرتك حاجة. قانون الإدارة المحلية في طريقه للتعديل. تمام. وعلى فكرة النهاردة بدأت بعض المحافظات ومنها محافظة الفيوم بتعين أوائل الدفعات. تمام. في الإدارة المحلية. جميل. طيب. وبرضو عفوا دكتور إبراهيم احنا عايزين نعدل كدر مهندسين الإدارة المحلية نرفعه ليوازي كدر مهندسين أجهزة المدن الجديدة، لأن في فرق كبير جدا بينهم. ده كلام عظيم. وده كان أحد العيوب الموجودة. ده كلام عظيم. تمام كده. يبقى هنزود عدد المهندسين واختار المتميزين، وعشان المتميزين يقبلوا يجوا هيبقى الكوادر عالية، يبقوا كواليفايد وتعمل لهم دورات تدريبية مع المركز مستمرة مع وهو التعليم المتواصل. طيب مع مركز البحوث البناء. سؤال. طبعا رفع مركز البحوث البناء هو زراعة الدولة. تمام. علمي. سؤال أخير بقى عشان احنا وقتنا خلاص بنور، بس مش عايز افوت الحلقه قبل ما نقول الحكايه دي. المرحله الانتقاليه، الناس اللي معاها رخص على النظام القديم كويس، في ناس شرعوا في البناء ووصلوا لادوار معينه ورخصتهم لسه فيها كماله هيكملوا. طيب ناس بقى ما شرعتش في البناء ومعاها رخصه هيتطبق عليها انا حضرتك قانون. تم تشكيل لجنه. تمام. من وزاره الاسكان ومن وزاره التنميه المحليه. اوكي. لدراسه كل هذه الحالات اللي هم المرحله الانتقاليه. وهيحط لهم البدائل اللي هي مشاكل التطبيق بقى. هنحل مشاكل التطبيق. التطبيق بقى اللي هو المرحله الانتقاليه اللي في وزاره الاسكان ووزاره التنميه المحليه، واللجنه دي هتحط بدائل الحلول. تمام. طيب. طبعا انا سعيد جدا باللقاء ده. احنا اسعد والله. والموضوع كبير طبعا، يعني احنا هنحتاج نعمل حلقه ثانيه ان شاء الله وبفكره مختلفه شويه. معلش انا عارضها عليك، هي جات لي الفكره دلوقتي ان احنا نجيب شكل مخطط بالمخططات العمرانيه الجديده، مثلا زي مثلا محافظه القاهره كويس، نجيب شكل التخطيط العمراني الجديد ليها ونعرضه على الشاشه معانا، ونوري الناس المناطق الجديده هتبقى عامله ازاي، هنا في كذا هنا في كذا. أوكي. بحيث انه يبقى استعراض بشكل تصوري باني واقعي على ارض الواقع، عشان يفهموا ايه موضوع التخطيط الجديد. ونوضح للناس الدنيا هتتغير ازاي. يعني لو كان في قبل كده عرض من خلال الاعلام، احنا ما كانش عندنا مخطط طبعا ينفع نعرضها قبل كده، لشكل الشوارع اللي هيتعمل وشكل الكباري دي، ما كانتش الناس صدقت ان ده حصل. بس موضوع الكباري والشوارع ده الناس مش مدركاه لغايه النهارده. بالظبط. ده ماشي على التوازي مع الاشتراطات دي. انا النهارده لما بسهل الانتقال، انا قصدي بقى لما اوضح انا بغير شبكه السوق العقاري، لما اوضح له الرؤيه. طبعا. يعني اقول لحضرتك على حاجه، احنا واحنا جايين المدينه مشينا من على الكورنيش، ودي منطقه كانت ميئه يعني ما ينفعش تمشي منها قبل كده، زحمه جدا. انا عايز اقول لك في سلاسه في المرور غريبه الشكل، يعني ان انت تتحرك في مناطق. الفلوس اللي دفعت في الكباري والطرق دي بالظبط فرقت مع مصر كتير قوي دلوقتي. يعني محور البنزين هيجيبك في مكان تاني خالص. السلك البنزين هيقل، الانبعاث الحراري هيقل، التلوث البيئي هيقل. الناس اللي بتقول ان الطرق والكباري دي مش مهمه، لا دي غيرت شكل مصر. لا دي شرايين، دي غيرت الحياه في مصر. الواحد ينفع يعيش من غير شرايين؟ ما ينفعش طبعا. اهم حاجه اتعملت هو الشوارع والكباري الجديده. لا والتخطيط العمراني في مصر نقله حضاريه، مصر جديده صراحة. نقله حضاريه ما حصلتش من 100 سنه ولا كانت موجوده. الدوله من 2014 مختلفه تماما. فيجن مختلف تماما. يعني بقينا حاجه تانية في مكان تاني يعني. طبعا. ولسه ان شاء الله.
يا مصاحب لسه باذن الله. انا سعيد طبعا بلقائكم جدا. احنا اسعد وعلى وعد يعني ان انتم تشاركوني في الحلقه نعمل التشرف العمراني ده حضرتك نعرضه على السكرين وباشمهندس عبد الحسن يكون معانا برضو يقول تعقيبات على الحاجات من وجهه نظره برضو الهندسيه ونوضح الصوره للساده المشاهدين في القادم هيبقى عامل ازاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا بقدم لك بخاص الشكر دكتور سيف، سعداء جدا بوجودك معانا. انا اكتر والله. وباشمهندس عبد الحسن ساعدنا جدا بوجودك معانا والله، ونشكر ان انت بتدينا فرصه نقرب للمواطنين ونقرب والله احنا الفكر الهندسي والتخطيط بالظبط، يعني احنا عايزين نوري النظره الهندسيه للامور يعني الدنيا بقت عامله ازاي، فلازم اجيب حد متخصص. لازم اجيب ده الحوار المجتمعي اللي لازم يبقى موجود عشان الناس تبقى فاهمه احنا رايحين فين بالظبط، نبقى شايفين طبعا رجلنا اللي جايه فين بالظبط. بالظبط ان شاء الله اللي جاي احسن، واحنا فعلا شايفين مصر جديده يعني ما كناش احنا نحلم انها تبقى عامله كده. مش الرئيس قال لك مصر هتبقى قد الدنيا؟ فعلا بقت قد الدنيا فعلا. فعلا مصر النهارده قد الدنيا جدا يعني طب. يعني عايز اقول لك على حاجه بسيطه خالص قبل ما اقفل الحلقه، برضو النهارده كنت في جوله ما في في في, في مصر الجديده عند جسر السويس كده، حاجه مختلفه تماما، كوبري فوق في وسط الشارع والشارع بقى كبير جدا وفي سهوله مروريه غير طب يعني انت كنت الاول يعني تخشى ان انت تدخل اصلا جسر السويس ده. طب انا اقول لحضرتك حاجه، اصلا كان الاول زمان كنت بتضايق قوي من مصر بيعمل طريق جديد بيعمل كوبري جديد، انا لما سافرت دبي ولا سافرت السعوديه كل 100 متر يافطه، يعني لو انت في الخليج عايز تتوه ما تعرفش تتوه. طب النهارده في مصر كل الطرق الجديده فيها كميه يفط، كميه يفط لو انت نازل عشان تتوه مش هتعرف تتوه بالظبط. ده طبعا ده من لوازم بقى الكوبري يبقى فيه الارشاد. بس يعني الارشاد. بس الدوله بتتحسن جدا طبعا جدا جدا حضرتك جدا انا جداً يعني يعني اسمح لي يا دكتور ابراهيم انا يتم مشاركه مجتمعيه متخصصه يعني المهندسين يتقرأ يوم ويقدر الناحيه العلميه واضح كمان ويؤخذ بيها تمام على تطور. بس واضح ان احنا اللي احنا شايفينه ده مش ده 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 فكر منظومه طبعا، لان احنا ما كناش بنستخدم ومش وريد لحظه ومش وريد لحظه لا 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 طبعا طبعا تمام، دي منظومه وناس شغاله وناس شغاله صح. ان شاء الله نلتقي تاني ونكمل الحوار باذن الله. وهنا طبعا وصلنا لنهايه حلقتنا اعزائي المشاهدين، هنا وصلنا لنهايه حلقتنا معاكم النهارده من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي، الى ان نلقاكم الخميس القادم التاسعه مساء، نترككم في رعايه الله.